سجلت تونس خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر 2023 ارتفاعا على مستوى الصادرات في قطاعات المنتوجات الفلاحية والغذائية والنسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية، لتحقق زيادة بنسبة 6.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط. في المقابل فقد تراجعت واردات البلاد، لتبرز مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء تقلص العجز التجاري لتونس ليصبح في حدود 15,856 مليون دينار. كانت في حدود 21.3 مليار دينار خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2022، وانخفضت النسبة هذه المبلغ هذا إلى 15.8 مليار دينار. نسيج الملابس طلع 9.1%، المنتوجات الفلاحية 16.2 والغذائية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية 17.5%. اليوم نجم نقولوا لتونس قاعدة تتعافى بشوية بشوية. تونس حسب التقريب قاعدة تصدر ما قيمته 50 مليار دينار، وقاعدة تستورد ما قيمته 66 مليار دينار. اشتر معناها التوريد هذا اشتر طاقة وحبوب والأشياء اللي احنا نسحقوا لهم. وقد أصبحت تونس تسجل فائضا تجاريا مع عديد الدول الأوروبية على غرار فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، في حين يعود عجز الميزان التجاري بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين والجزائر وروسيا وتركيا وأوكرانيا. الواردات متاعنا أساسا من تركيا هي التي أثرت تأثيرا سلبيا على العجز التجاري في بلادنا. في المقابل إيش عنا؟ عنا معناها فائض مع بلدان خاصة الاتحاد الأوروبي. فرنسا معناها المعاملات متاعنا 4.6 مليار دينار، ألمانيا 2.3 مليار دينار، إيطاليا 844 مليون دينار، وتجي ليبيا اللي المبلغ مرتفع 1.9 مليار دينار. بر اللي هذا مؤشرات إيجابيين، لازمنا نرشدوا في الاستيراد فما ولا نوخروا في بعض الاستيرادات، ايرادات اللي هي غاليه علينا كما الكراهب، كما بعض المواد اللي عندها معناها انعكاس سلبي على الميزان التجاري. ويجمع الخبراء على ان تقلص العجز التجاري يعد مؤشرا على بدايه تعافي الاقتصاد التونسي، وان التحدي الابرز في الفتره المقبله يكمن في مواصله اتخاذ المؤشرات منحى ايجابي. يتواصل النمو هذا العجز التجاري، ينقص العجز التجاري باش يكون عنده فاعليه اكثر، هذا تحسن الاقتصاد ويكون المفعول نتاعو ايجابي على المواطن التونسي في تحسن المقدره الشرائيه نتاعو، في تطور المواطن الشغل، وعلى المسؤولين باش يشجعوا المواطن باش يستهلك المنتوج التونسي. راهو في استهلاك المنتوج التونسي تدعيم للاقتصاد التونسي. اذا كان نتعافاو في الفوسفات نجموا احنا نسبه التغطيه نتاعنا توصل 100%. الوقت اللي احنا التكهنات نتاعنا كانت 5.8 مليون طن. اذا كان وصلنا للارقام هذيك رانا العجز التجاري ينقص بصفه مهوله. دونك من نجمو كان نديو باش نحسنوا قدراتنا في صنع معناها في استخراج الفوسفات وبيعه، وهذا اللي يخلي تونس تتعافى اقتصاديا. مؤشرات اقتصادية إيجابية تشهدها تونس هذه السنة، حيث يأمل المواطن في أن تساهم هذه الأرقام في تحسين مقدرته الشرائية.